خلي لما يعرف من نفسه. أقول لك ارجع ارجع يا ولد، ارجع لتكون أنت السبب في موته ولا في جلطته. مالي عيب عيب يا عبا. ألو ألو، أيوة معاك. حضرتك اللي كلمتنا بخصوص الطالب صابر عبد الوكيل؟ إيه 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 إيه، صابر ابن أخوي عبد الوكيل. بشر إن شاء الله تكون بشارة خير. ما أعتقد أنها بشارة خير، عسى ما شر. صابر هذا ما يدرس طب ولا أي حاجة، لا في أي جامعة ولا في أي معهد. صابر مش معقول، لا حول ولا قوة إلا بالله. مو تقول، مو ذا الخبر، مو تخبر. معقول ونص، لأن الطالب صابر قدم في أحد الجامعات لدراسة الطب، ولكن للأسف رسب في اختبار القبول. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متأكد أنه ما درس ولا سجل؟ الأهم من ذلك أن صابر في عليه شكاوي كثيرة من كثير من المرضى ومن الطلاب اليمنيين بسبب نصبه عليهم وترجمة الخاطئة، وسبب مشاكل لكثير من الناس وضرت العديد من المرضى. مو تقول، مو ذا الخبر. طيب لقيتوه؟ للأسف صابر سافر. سافر؟ فين سافر الله لا يبليك؟ سافر اليمن. سافر اليمن؟ كيف سافر والمنافذ مسكرة؟ سافر قبل ما يجي الحظر. مو ذا الخبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. عجيب عجيب عجيب.